أنا شسامو، هذا سر طبخي الجديد. أصعب الحكام مو اللي قاعدين على منصات، هم اللي قاعدين في البيت. بس أنا عندي سر راح يبهرهم. زيت زيتون عافية الجديد للطبخ، معالج يقاوم الحرارة وما ينحرق، مناسب للقلي وللطبخ وللخبز كمان. جاهزين؟ ما في أي طعم زيتون. هذا سر الجديد، زيت زيتون عافية للطبخ، خليه سر طبخك الجديد.